ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته. هذا القسم الثاني من أهل الضلال. القسم الأول المعطلة انتهى منهم. القسم الثاني الممثلة الذين زادوا في الإثبات وغلوا في الإثبات، ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات خلقه، ولا بين أسمائه وأسماء خلقه. هؤلاء مشبهة والعياذ بالله. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. شوف، المعطل يعبد عدما لأن الذي ليس له أسماء وصفات معدوم، والممثل يعبد صنما من البشر، جعل الله مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. نعم.